أخذ حسن ديلان كرهينة. في الحلقة القادمة سيأخذ حسن ديلان رهينة ويحاول الهروب من باران. باران لن يسمح لحسن بالهروب، لكن بما أن حسن يهدد باران بقتل ديلان فإنه سيغادر القصر دون تردد، ونتيجة لذلك سيتم تحرير حسن من يدي باران. ولكن دعونا لا ننسى هذا الاحتمال، إذا ندمت السيدة أزادي على ذلك فيمكنها توجيه مسدسها نحو حسن وتسليمه إلى باران. ولكن هذا الاحتمال منخفض جدا، لأن أزادي لن تؤذي حسن أبدا أو تمسك به وتسلمه إلى باران. في الحلقة القادمة، منذ أن تم تحرير حسن من القصر سيقوم بخدع شريرة جديدة حول باران وديلان. لهذا السبب هناك خطر كبير ينتظر ديلان وباران، لأنه في الحلقة القادمة سيشارك جواهر أيضا في شر حسن. سيتحرك جواهر مع حسن ويحاول وضع حد لباران. إذا لم يكن باران حذرا مع ديلان فسوف يفقدها إلى الأبد بسبب حسن وجواهر. سيتعين على ديلان مغادرة باران. أسوأ ما في الأمر هو أن الطفل ميران ربما سيموت، لكن احتمال وفاة الطفل ميران منخفض قليلا، لأن نظيمة يلماز كاتبة سيناريو المسلسل لن تفعل شيئا كهذا أبدا. بغض النظر عن عدد المشاهد الشريرة الموجودة في المسلسل، فلن يتأذى الطفل بسبب الدور الذي يلعبه في المسلسل، ولكن سيتم اختطاف الطفل ميران. منذ اختطاف الطفل ميران سيتعين على ديلان أن تستقر بجوار جواهر، أو سيهدد جواهر حسن ديلان عبر ميران وباران. سيخبر جواهر ديلان أنه إذا لم تترك باران فسوف أقتل باران والطفل. سيتعين على ديلان تقديم تضحية كبيرة من أجل حياة زوجها وطفلها. ستترك ديلان ميران وباران دون أي سبب وتهرب من القصر. أسوأ ما في الأمر هو أنه في نهاية الموسم من المسلسل سيتم إطلاق النار على باران أو ديلان بمسدس. على الأرجح أن الشخص الذي سيتم إطلاق النار عليه سيكون باران. ستترك ديلان أيضا باران أثناء وجوده في غيبوبة. عندما يستيقظ باران في المستشفى ولا يرى ديلان بجانبه، سيعتقد أنه قد تم خداعه ويصبح عدائيا تجاه ديلان. على الأرجح لن تتمكن ياسمين وهارون من الزواج. حتى لو تزوجت ياسمين وهارون فإن زواجهما سيظل دائما مشكلة. فهل تعتقدون أن ديلان ستترك باران وهو في غيبوبة؟ سأكون في انتظار تعليقاتكم أدنى.